ابدا هتصور انا اخش الحمام قبل لما تخلصوا. ولا بصور. طيب ماشي. مرحبا بكم معانا في موبايل ليجند، وهنلعب جيم تاني، بس اتمنى انها ما تكونش زي المرة اللي فاتت. يعني في الفيديو اللي فات خسرنا بسببك يا مايكل. صحيح، انا اللي ميت 8 السبب مرات. مين؟ استنى كده، السبب مين؟ بسبب مايكل. بتاعته صحيح، ما انا اللي ميت 8 مرات، انا اللي رحت افتتحت اول افتتاحية للعدو. بس ما قتل 2، احنا خدوا قدامنا عليك. واحدة بنت بتلعب، حرام نقتلها يا جماعة. ما ممكن يكون سيبها وارد، لي. انت ايش ادراك؟ ده انت خلاص الشهامة نزلت. خلي بالك في تيم قدام. انا هاخد الموت برضه، انا معاك هنا ولا انا هاخد المايك عشان الباقة. تمام. طبعا من اساسيات اللعبة دي انك ما تدخلش تهبد. قلت اصلا انت ما تخشش على اي واحد، انت خليك تحت الصوت. الكلام ده طبعا معروف موجه لمين هنا؟ ضدنا فرقة ممتازة يعني، ما شاء الله. ماشي، 2 تانك في تيم واحد، شيء هايل، ده شيء ممتاز خرافي. ظاهر ان اللعبة عنده بتفتح اخر واحد. تقريبا كان الباقة اللي هو فتحها دي. شكله رايح يهبد. انت بتعرف تستعمل الشخصية دي كويس؟ طبعا خلاص، وريني ابداعك، وريني ابداعك بقى، مش عايزين نخسر المرة دي. لا، شكله انسحاب، اقول لكم على حاجة. شكله انسحاب. لا بس هتقول ايه اقول لكم يا جماعة، يا هبيت هتقول ايه؟ اول لما الجيم بدأ انا دخلت الحمام وسبت سبت التابلت وسبت كل حاجة، ولما جيت لقيته بيلعب لوحده، بس الحمد لله ما متش. فالح، طب تعمل ايه؟ ارجع ارجع بس، انت جابك كفه لو واحد لبس. لا، من حيث التهور اعرف ان انا متهور شوية، بتهور عادي ما بيهمنيش، بس مش بهبد. الله، من اوله. تاني 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 برضو تاني 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 بتبقى الافتتاحية. يا لهوي، الحمد لله يعني بلا اتلفان. وانت مبسوط ان انت الافتتاح يعني؟ فرحان خالص ان انت كنت الافتتاحية. عايزين نجيب لهم الوحش يا حبيبي. الفريق اللي بيستفتح هو اللي بيكسب، هما اللي استفتحوا بيك انت، انت اديت لهم الافتتاحية. يلا 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 الستوري. شت، خد طب خش عليه. ايه رأيك؟ ده اسمه التهور الصح. اجي بس في النص عشان في النص طارق تمامي. يا لهوي، انا انتهيت. خد 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 ده. بس احنا هنكسب باذن الله، عشان الله قربنا خلص الثوره اللي عندنا، وفوق في الطب مخلصين الثوره يعني دخله كويسه. مش ولا ثوره عندنا، لا واحد اللي في النص ده. شفت بقى ان من غيري ما كانش جاب جول لك اللايه. روح روح يا برنس، بص في واحد هنا في الشجر. قولي سيبوني. برافو، الحمد لله جبته يا جماعه، مبروك. ما تنسيش تاني يطلع عشان تفكيرك واحد. السحرة ما يتهوروش ويروحوا لوحديهم. الحقنا يا مايكل. يا لهوي، اضرب الصور يا استاذ.
هو هيعمل ايه؟ مين دي؟ كيف؟ كيف؟ امتى؟ ازاي؟ النضارة ده كانت حظ كده، انا بعرفش جا كيف وازاي. تعالي عايز افهم ايه السلحفة دي؟ خش عليه. طيب خش خش كده. اه ده وحش من الوحوش. قاتلني يا عبد الرحمن، خلي بالك في واحد وراك. عشان هيقتلك كده كده. خد يا نينجي دبعك ابن الصارمة. تعال ساعدني هنا، تضرب معايا هنا شوية. تعال انت في النص. يا ابن التور بتاعنا بيتفجر. ارجع لها تجيبه. ارجع 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 هيجيبك. الموضوع صعب 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 صعب. ارجع يضحك جاك. قلت لك هتتجاب يا بيه. يا اسطى بس والله العظيم كنت هجيبه. يا عم تجيب مين؟ هو انت كويس، انت تجيب مين انت؟ تجيب مين؟ خد خد. خد خد. يا جدعان اللي دمه ناقص يا رب. خد لا 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 انا اتكتفت خلاص. موت فاضل لك ضربه واحده. نسيت نسيت كويس. ده تم نقل البيت واجي تاني. اي خدمه يا مايكل، عشان تعرف بس من غير مش ولا حاجه. برافو، اخيرا عملت حاجه كويسه. ما ودي من غيرك ولا حاجه. انت قاتل ثلاثة وميت ستة ومبقاش تساعد بس. اضرب عشان تاخد عشان تعرف برضه اني من غير ولا حاجة. لا خلي المعلم. ايوه بس اتحرك معانا. حي بقول لكم ايه؟ تعالوا ناخدوه. خد تاخد ايه؟ هتكتف هتكتف تاني هتكتف تاني. تعال معايا ايه؟ الحقونا. لا تحت التور يخلص. اجري يا عبد الرحمن. يا عم دخل ضد أربعة. دخل هم اتحدوا. وافتكر لما قلت لك في اول المباراة احنا خسرنا. يا عبد الرحمن بس دخلنا دخلة صح. خليك فاكرها. فاضل لنا بتاع 3 دورات وهم فاضل لهم حوالي يجيب بتاع دورين. خلاص بس نجيب الوحش الكبير. نجيب الوحش الكبير. طب ورينا هتعرف تموته كيف؟ الشخصية الجديدة دي مش سهلة. الشخصية الجديدة دي صعبة. يلا عاوزين انتوا بقى حاجة؟ انا كده دخلت اتنفخت وهرجع تاني البيت. انا اتكتفت، انا اتربطت. شيت، انا انتهيت. انت ازاي مش عايز تموت يا مايكل؟ والله العظيم فعلا صدق اللي قال ان القطة ليها 7 ارواح.
انت فاكر ايه؟ دي شخصية مش هتلاقي زيها تاني، بس مش هتعرف تلعب بيها. وافتكر اني قلتلك احنا خسرنا الجيم. يا معلم نجيب لهم الوحش. روح اهو قدامك. الشخصية الجديدة شكلها هتجيبه. احنا لو طلعنا توب حد يروح لل يساعد معاه هيتاخد مني. هي بقول لكم اطلع توب وانا لا محرج مكان عشان اطلع كلكم فوق. انا انتهيت، انا انتهيت. اللعبة خلصت، كل ننتهي. طيب وادي الجيم التاني، الماتش التاني خسرناه على التوالي. هتخشي هتخشي عشان بص بص هنخسر دلوقتي عشان هما جابوا الوحش. ها لا 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 مش للمرة التانية. هتجيب دلوقتي الدراع. بص يا يوسف انت ما تطلعش من القاعدة خالص، انت ما تطلعش خالص، انت خليك عندك هنا، ما تطلعش برا ابدا. عشان لحد دلوقتي انت كل ما هتطلع هيموتوك وتديهم قوة اكتر. انت المنظر ده انا عايزك بقى في المونتاج. طبعا احنا كده وصلنا لاخر الفيديو.